السلام عليكم، تحياتي للجميع. اليوم 8/9/2023، هذا الشارع اللي واقع خلف رئاسة الجامعة في محافظة البصرة. هذا إلى محافظ البصرة وإلى المهندس المقيم على المشروع. أسألكم بالله، أكو مشروع يتنفذ بهذه الطريقة؟ أكو مشروع اليوم يتنفذ بهذه الطريقة فوق التراب؟ شارع يعني هذا مقتنعين بتبليط؟ محافظ البصرة شوف هذا المشروع، يعني معقولة ما كل يوم واحد أشرف على هذا المشروع؟ ما أعرف، يعني حتى لو تبرع ما يتنفذ بهذه الطريقة، حتى لو واحد غبي ما ينفذ بهذه الطريقة. تفضل. ما أعرف إنه بتنك مال زفت، يعني يزفتون الشارع بتنكة، ما يزفتون بسيارات. بالله عليكم، هاي هذا مشروع ينفذ بهذه الطريقة؟ ما معقولة يا محافظ البصرة، يا المهندس المقيم المشرف على هذا المشروع، ليش قاعد تتنفذ هذه المشاريع بهذه الطريقة؟ أغلب شوارع البصرة قاعد ينفذ بها المشروع، بعد سنة أو سنتين تتحفر.